متابعينا، في ظل الظروف الحالية اللي عم بتعيشوها بسبب فيروس كورونا وخاصة حالة الملل بسبب الحجر المنزلي، رح نقدم لكم بعض المقترحات من الأفلام والمسلسلات أيضا الأجنبية والعربية للاستمتاع بمشاهدتها بالمنزل وقضاء بعض الأوقات في المشاهدة. وهي المقترحات جاءت بناء على تقييم الجمهور لها لجمهور سابق عم يحضرها أو حتى انتهى من مشاهدتها. أولاً مسلسل لكاسا دي بابيل الموسم الأخير يعرض حالياً على نتفليكس، ما في حدا بالوطن العربي والعالم ما عم بتابع المسلسل. وأيضاً عنا فيلم آخر اللي هو كونتيجن 2011، وهو يتحدث عن فيروس تفشى في عام 2011، وهذا الفيلم تصدر قائمة أكثر الأفلام مشاهدة منذ بدء تفشي وباء كورونا بسبب تشابه أحداثه مع الواقع يلي عم نعيشه. أيضا فيلم آخر واللي هو فيلم انترستيلر، هذا الفيلم بطولة أن هاثاو وماثيو ماكوني مظبوط، ويدور في فترة زمنية من تاريخ الأرض تنتشر الأتربة والأمراض وبتضرب الموارد الطبيعية وبصير الجنس البشري معرض للفناء. أما من الأفلام المصرية والمحبي الأفلام المصرية أكيد أفلام عادل إمام، وهي متصدرة دائما الشاشات وتطبيقات اللي عم نشوفها هلأ لمتابعة الأفلام مختصة بعرض الأفلام والمسلسلات. وأيضا كمان إضافة لبعض الأفلام العربية في عنا فيلم محبس وهو فيلم سوري لبناني مشترك، أيضا كمان فيلم إكس لارج وهو فيلم لأحمد حلمي فعلا أنا شاهدته وهو مضحك جدا بنصحكم إنكم تشوفوه، وأيضا كمان فيلم الخلية وأيضا هو كان من بطولة أحمد عز وسامر المصري. وهناك أيضا مجموعة واسعة من الأفلام على تطبيقات ما اللي هي مختصة بعرض الأفلام والمسلسلات.